لنكن صريحين وبوضوح أن الحكومة الموجودة هي الحكومة 37 في تاريخ إسرائيل والحكومة 6 في تاريخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. نتنياهو قد استلم الحكم كرئيس وزراء من 2009 إلى 2021 لم يفعل خطوة واحدة باتجاه السلام، كان مراوغا سياسيا ومخادعا للدول العربية وحتى للإدارة الأمريكية المتعاقبة من عهد أوباما وترامب والرئيس الحالي جو بايدن. الحكومة الموجودة حكومة متطرفة وعنصرية، وتحديدا الوزير بن غفير الذي هو تلميذ إلى حركة كهانة المصنفة إرهابية في إسرائيل والمصنفة بالإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.